مساء الخير مشاهدينا من كل البلاد العربية، أهلا وسهلا فيكم بنشط أخبار كلام هشام. لك كيفك؟ على الطريق؟ كلا، في الملاهي أو في البلاي ستيشن. هيدا الشغل المظبوط. أنا صلاتة نحب تبدأ فيها كل شيء. مرة هذه اخترت نعملكم حاجة حلوة. ونحط لها على جنب رنديلات متاع بردان. إدراكم تجربوا الوصفة متاعي. السيارة خطوطة جدا جميلة، بصمة الكورفت. وقت شفنا السيارة أمامنا أنه واو لينكن، شو السيارة الفضائية. طب شوفوها كيف مع موسيقى هيك بوم تشك تشك بوم جم تشك. يا ويل قلبي على الطرف. ألو، إيه مرسي، أبطال اليورو أكيد أكيد. هلأ عن جد اليورو بخطر؟ غمض عيونك، برأيكم الرياضة والسياسة متصلين بعض؟ صعبة لا؟ حط عينك بعيني، انت بتعرف مو؟ يعني بربكم، هي بقت على هالبرنامج بالوظائف 10 بربع، بس ما نسولف عن داعش، قمر ما واقفة يا بعد عيني عينك عزيزي المشاهد الفهلوي.